وحول هذه التطورات ينضم إلينا من رام الله عبر الهاتف مراسلنا عميد شحادي. صباح الخير عميد، أهلا بك. إذا اقتحام لمخيم جنين، هل انسحبت قوات الاحتلال أم ماذا في التفاصيل؟ وماذا أيضا عن إصابة جندي إسرائيلي بالقرب من حاجز رانتيس؟ تفاصيل معك عميد. نعم، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت من مدينة جنين بعد انسحبت من مدينة جنين بعد اقتحامها فجرا بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث دارت مواجهات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في المدينة، وقام المقاتلون بتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بالآليات العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة، وكان هناك اشتباكات مسلحة استمرت ل فعليا تقريبا ساعة في مدينة جنين بالقرب على أطراف مخيم جنين في عدة أحياء قريبة من مخيم جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الفلسطينيين، وكان هناك إصابة واحتراق لمحول كهرباء يزود المنطقة بالكهرباء. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتراق فرق الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد الحائط قبل انسحابها من هذه المدينة وسط اشتباكات عنيفة خلال فترة الانسحاب وخلال فترة الاقتحام التي استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا لمدينة جنين، وكان تمركز الاقتحام في محيط مخيم جنين في المناطق القريبة من مخيم جنين. انسحبت قوات الاحتلال من تلك المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو معتقلين. كذلك الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من قرية النبي صالح في رام الله بعد اعتقال جريحين من هذه القرية، وكان هناك اقتحام واسع أيضا لبلدة بيتا جنوبي نابلس. أما فيما يتعلق في إصابة جندي على حاجز رانتيس بالقرب من مدينة رام الله، ما زالت المعلومات فقط مما يصدر من جانب إسرائيلي ومن غير الواضح خلفية ما الذي جرى على هذا الحاجز، وهناك ترجيحات بأن تكون فعليا ما جرى أمر جنائي، ولكن لا يمكن التأكد لغاية الآن مما جرى على هذا الحاجز. لكن المعلومات الواردة أن هناك عملية طعن لجندي إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة خلال محاولة جنود الاحتلال تفتيش سيارة على هذا الحاجز، كما تدعي المصادر الإسرائيلية أن السيارة مسروقة، وبالتالي على الأرجح قد يكون ما جرى على الحجز هو عمل فعليا جنائي وليس على خلفية قومية، لكن الأمور لم تتضح لغاية الآن. فقط هناك إصابة جندي بعملية الطعن وإصابة شاب بالرصاص بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه على هذا الحجز بالقرب من مدينة رام الله. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عميد شحادي مراسلنا من رام الله، كنت معنا عبد